كان ناقصنا تتكمل العصفورية نعمل معركة على التوقيت الصيفي والشتوي، وكان ناقص هالمعركة تاخد بعد طائفي. هلأ في سياسيين بيقولوا لك هالمعركة ما لها أي اعتبارات طائفية. بالمبدأ هالشي صحيح، لكن على الأرض ما كان صحيح أبداً. فردة الفعل الإسلامية كانت مختلفة تماماً عن ردة الفعل المسيحية. مثلاً أوتوكارات الأنطونية والويزي مشيوا على التوقيت الصيفي، أوتوكارات مدارس المهدي والمبرات بقيوا على الشتوي. نسوان كسروان نزلوا الصيفي، والنسوان قصقص تلفلفوا بالشتوي. صبايا الال بي سي والام تي في صيفوا، ونكاي المنار والام بي ان سمكوا تيب. يعني الرئيس نجيب ميقاتي عملنا بلبوشي الى اول ما لا اخر. حتى اخواننا الدروز احتاروا اذا بيقدموا الساعة نص ساعة او بيأخروا الساعة نص ساعة. لك حتى انا احترت اذا بحضر يالدز او بحضر جبران بيسيل. بما انه ما حضرت جبران خبروني انه قال بالعشاء انه هو مرشح طبيعي 100% مثل عصير بلقيس ومش داخله مواد حافظة. لكن تكون صريح لحقته لبيسيل هني وعم ينزلوا الدسير. لانه بعهدهم بيديروا البلد مثل ما بيغيروا الساعة. ايش يا خال؟ غير الساعة وما تسأل لا عن توقيت دولي ولا عن ارتباط. ليك جبران خلينا نرد الساعة 34 سنة لورا ونسمع سؤال عمك. أصدر رئيس الحكومة العسكرية ليمد ميشيل عون مرسوما قضى بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد نهاية شهر رمضان. إنه بدل ما يكفي الجنرال معركة التحرير بهيداك الوقت شوفوا بشو كان ملتهي، يقرب الساعة ويرجع الساعة، يلعن هيديك الساعة.